نطلب من لي في اي بي تذوق الاطباق والادلاء باصواتهم. بنقطهم السيد مستلم الجائزة السيد رئيس الجمعية المستشار.
إذا غنسلموا أيضا تلك السيد مدير المعهد وسيسلموا السيد رئيس الغرفة الصناعة التقليدية. إعلان الجوائز الفي آي بي. إذا السيد الوزاري إذا إلى إذا دائما ننتظر نسلموا النتائج الخاصة. رقم 8 والطبقة التالي رقم 24 وتسليم الجائزتين السيد والي جهة كليني بوتون والشيخ بوحة. إذا التذكارات الخاصة بالفي آي بي الكريم. إذا كل الذين ساهموا في إنجاح هذا العرس